هذه المداخلة مع الدكتور عادل عامر أستاذ القانون الدولي. تحية لك دكتور عادل. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. كل التحية لحضرتك. تحية لحضرتك يا فندم. يعني ضرب عرض الحائط يعني بكل المواثيق الدولية، طالما تتشدق إسرائيل حتى اللحظة بحقها في الدفاع عن نفسها، والذي تكفل له الولايات المتحدة أيضا على طول الخط، الولايات المتحدة والغرب بشكل كبير طالما يتشدقون بحقوق الإنسان، هذه الازدواجية السافرة متى تتوقف؟ وكيف يمكن أن تحلحل الأوضاع بعض الشيء في إطار ما يجري حاليا بمحكمة العدل الدولي؟ في البداية نود أن نوضح أن الممارسات الإسرائيلية جرائم حرب موصوفة بدقة ضمن قائمة جرائم الحرب التي تضمنها نظام روما الأساسي لعام 1998، والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وتعمد هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم أو ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية، ومهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية بأي وسيلة كانت، وتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب عبر حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثة الدولية، لأن تجويع شعب بأكمله ومنع الغذاء والدواء عنه ومنع الوقود عن المستشفيات يشكل جريمة إبادة جماعية، وهي تنتهك على نحو واضح المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الدولة المحتلة غير كافية. تعتبر النهاردة مرافعة مصر اليوم أتت توثيقا لجرائم الحرب الذي مارستها دولة إسرائيل المحتلة وما قام به من قصف معبر رفح عدة مرات، صحيح، ومنع دخول المساعدات إلى الفلسطينيين بغلق المعبر من الجانب الإسرائيلي، لأن مصر لها خصوصية. صحيح، والخصوصية المصرية يعني ربما يستمدها أيضا، يعني هذه الخصوصية للمرافعة المصرية وتعويل على المرافعات الماضية قدما في إطار جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، كيف يمكن أن تستخدم كأداة فاعلة لمجابهة إسرائيل؟ في جملة أخيرة من حضرتك. نعم، مصر دورها الوطني والعربي وقد بينت ذلك على قواعد وإثباتات واضحة لا تقبل الشك أو التأويل، استكمالا لدور مصر التاريخي المعهود على مدار أزمة القضية الفلسطينية، وذلك على المستوى الرسمي والشعبي، لأن مصر تواجدت في اللحظة المناسبة والمكان المناسب، لأنها الآن انحازت فورا عندما وجدت أن الظروف أصبحت اضطرارية، الآن هي موجودة على الساحة بجانب الشعب الفلسطيني وتقدم مذكرة جوهرية، وقدمت مذكرة مفصلية ضد هذا الكيان الغاصب، وخاصة أن المفاوض المصري على مدى التاريخ ناجح للغاية في استعادة الحقوق، من بينها كانت استعادة حقوق مصر في طابة أمام محكمة العدل الدولية أيضا، وقد وقفت مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري، لأن تبعيات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها هذا الكيان تأكيدا لاختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، نظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولذلك تساهم الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لأن الأمم المتحدة طلبت الإجابة على سؤالين رئيسيين من محكمة العدل الدولية، وهو الأراضي المحتلة منذ عام 1997 بما فيها القدس الشرقية والانتهاكات التي ترتكب من جانب إسرائيل. تمام، وصلت الفكرة. وعذرا لا يتسنى الإطالة أكثر من ذلك لضيق الوقت، وجزيل الشكر على هذه الإفادة وهذا التحليل دكتور عادل عامر أستاذ القانون الدولي.